النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الورد. ما أنا عارفة والله مليتش حد رد غيرك أصلا. بس طبعا طريقة الفتح ما بتختلفش عن الإكسل ولا الورد، اللي هو أساسا لازم أفتح على مين يا شباب؟ على إما البلانك يا إما التمبلت. خلاص، لو قال لي create new blank، هنا بقى بنلعب على حاجة اسمها presentation. فاكرين الوورد كان document مستندات، الاكسل كان spreadsheet او workbook، سوري workbook، والworkbook بتكون من شيتات. لا على فكرة في الكريت ما كان blank spreadsheet workbook blank workbook. ماشي، طيب دلوقتي احنا بلانك بريزنتيشن، والبريزنتيشن يعني عرض تقديمي. اولا احنا بنستفيد ايه ولا بنستخدم برنامج الباوربوينت ده في ايه؟ حد عنده فكره يتكلم كده يقول لي شفته في ايه؟ صور. لا هي مش صور بس. عليكم السلام. طيب هو احنا مش بنستخدمه في الصور بس، احنا بنستخدمه في تجهيز حاجة اسمها البريزنتيشن او العروض التقديمية. بنستخدم في ايه العروض التقديمية؟ انت واحد دلوقتي على فرض انك بتحضر لمؤتمر، تمام، وانت اللي هتقوم وتشرح، هل هتقعد تقرأ من ورق ولا الافضل والاولى ان انت شغلك ده يتحط على برنامج ويتعرض على داتا شو او على بروجيكتور؟ تمام، مدرس بتدي محاضرة والمحاضرة دي المفروض ان انت برضه هتقف وتشرح. دلوقتي محدش حد بيمسك ورقة بتاع ده، لا تباشير ولا قلم على سبورة كتير. مدام عندك امكانية البروجيكتور يبقى بتعمل المحاضرة بتاعتك في هيئة شرايح، هيئة شرايح او عرض تقديمي في البرزنتيشن، وتبدأ تعمل له اعداداتك للعرض وتبدأ تعرضها للطلبة. تمام، والله قاعد شغال في شركة والشركة دي طالبة منك ان انت تعمل مشروع، والمشروع ده المفروض ان انت هتقوم تشرح الفكره بتاعته قدام الاجتماع بتاعك، فبرضه يفضل ان انت بتعمله في هيئه شرايح في برزنتيشن وتبدا تعرضه في الاجتماع. يبقى العروض التقديميه من اسمها انت بتجهز عرض عشان تعرضه على اي هيئه، مؤسسه، طلبه، محاضره، اي ما يكون الغرض من هذه الايه من هذا العرض. طيب زي ما اتفقنا ان احنا بنقول بلانك برزنتيشن والدوكيومنت او سوري التمبلت. طبعا انا مش هختار تمبلت جاهزه دلوقتي لانها مش فارقه معايا، انا لو ضغطت على حاجه زي كده دبل كليك بيبدا يتفتح الايه التمبلت على اساس انه هينزل كداونلود، وطبعا بتقول له خلاص هو اتفتح الحمد لله عشان هو اوريدي موجود. تمام، ده لو انت منزل قالب جاهز او تمبلت، وطبعا دي مش علينا شغل فيها اكتر من انه اخره خالص يقول لي كرييت نيو سيمبلت سيمبل تمبلت للبرزنتيشن ده، او برزنتيشن سيمبل تمبلت. خلاص نيجي بعد كده نشوف الجزئيه بتاعتنا لو طلبنا بلانك برزنتيشن. كنا في الوورد بنتعامل مع بيجز او صفحات، والافتراضي بتاعي كان بينزل صفحه واحده وابدا اكتب والصفحات بتتزايد معايا على حسب احتياجي تلقائيا. طيب الحاجة التانية لما رحنا الاكسل كنا بنتعامل مع سبريد شيت، مع شيتات، وقلنا ان انا كان عندي في الاوفيس 2010 بينزل افتراضي بثلاث شيتات، لكن في الاوفيس 2016 كان بينزل بورقة عمل واحدة او بشيت واحد. واحنا اتعلمنا مع بعض اثناء الاكسل ازاي نعمل انسرت الورك شيت لشيت جديد، وازاي نعمل ديليت، وازاي نعمل موف وركبي، تمام، للشيتات بتاعتنا. تمام، احنا بقى دلوقتي في البرزنتيشن الافتراضي بتاعي في الفتح هو برزنتيشن 1 العرض التقديمي، الى انك تروح تقول له فايل وسيف. ورجعنا بس بقى. فالعرض التقديمي بتاعي بعد ما بنختار البلانك الافتراضي بتاعي، الشاشه الافتتاحيه للافتراضي بتاعي بتتكون من برزنتيشن 1، والبرزنتيشن ده بينزل بحاجه افتراضيه اسمها ايه يا شباب؟ سلايد او شريحه، اسمها ايه؟ سلايد، اس ال اي دي اي، سلايد، شريحه. تمام، الشريحه دي هي معادله الصفحه او الجزء اللي احنا المفروض ان احنا نبدا نشتغل فيه.
الا ان احنا هنا عندنا حاجه اسمها اللي اوت او التخطيط. احنا المره اللي فاتت لما جينا اشتغلنا دخلنا على مين يا شباب؟ على قائمه فايل. تمام، على السريع كده، انا ما عنديش اي اختلافات في الوورد والاكسل والباوربوينت في الحوار ده. تمام، قائمه فايل فيها الهوم، فيها النيو، فيها اوبن، فيها سيف وسيف از وبرنت، تمام، وكلوز، والاوبشن عشان ناخد منها اليوزر نيم. ما عنديش اي حاجه تانية غير كده. حاجه صعبه شايفين ان احنا ممكن نقف قدامها؟ طيب نيجي بقى لقائمه هوم. هلاقي عندي الشريط بتاعنا اللذيذ تايتل بار اللي مش مفارقنا في اي مديول وما فيهوش اي اختلاف ولا اي حاجه تشرح جديده. الشريط اللي من بعده هو شريط القوائم، واللي عرفنا الاختلافات اللي كانت ما بين الوورد والاكسل، ودلوقتي احنا في مين؟ في الباوربوينت، في البرزنتيشن. بنلاحظ ان احنا هوم وانسرت جايين معايا ورا بعض في كل ايه؟ المديولات. لكن بنبدا نختلف بقى في الديزاين، ماشي؟ في حاجه اسمها الترانزيشن اللي هي الحركه الانتقاليه من شريحه لشريحه، هنتعرف عليها في وقتها. الانيميشن، الرسوم المتحركه، وهنعرف هي ليه مش متفعله هنا وازاي نفعلها. السلايد شو، عرض الشريحه، ازاي احنا بعد ما بنخلص البرزنتيشن بتاعنا وعايزين نبدا بقى نعرضه على بروجيكتور، نطبعه على ورق، المخرجات بتاعته عامه نطلعها ازاي منه. الريفيو اللي ما عندناش حاجه فيها كل مره غير السبيلنج عشان نشوف تصحيح الاخطاء الاملائيه او اخطاء التهجئه. الفيو، ودي انماط العرض، واللي مش هناخد منها هنا غير انماط العرض، وحته جديده كده اسمها السلايد ماستر هناخدها ان شاء الله في وقتها. تمام، والزوم طبعا معانا ملازمانه ما فيش اي اختلاف فيها. فكره الهلب والكلام الباقي ده مش وقته خالص ومش علينا دلوقتي. الهلب طبعا اللي هي المساعده انك ازاي تدور على معلومه خاصه بالاوفيس بتاعك. ها، في اي حاجه لغايه دلوقتي حاسين ان هي غريبه علينا؟ طيب انا لما باجي اصمم عرض الشرائح بتاعتي دايما بعد ما بقول له بلانك بينزل الافتراضي بالشريحه اللي قدامي دي. الشريحه دي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن مكان فاضي ببدا انزل فيه الشغل بتاعي اللي انا عايزه. طيب هو انا دلوقتي الشريحه دي ممكن تحتوي على ايه يا شباب؟ يعني انا مثلا في الورقه بتاعت الوورد كنت بكتب اي حاجه تكست، نصوص. في الاكسل كان عندي سيل، خليه، الخليه دي كان ممكن يتكتب فيها نصوص وارقام، كنا ممكن نعمل فيها صور، ممكن ندرج فيها اي حاجه، كنا بندرج فيها انواع كتير من الداتا اللي هي البيانات بتاعتنا. تمام، احنا هنا بنعمل ايه؟ قال لي برضو بندرج كل الكلام ده كله، بس المشكله ان هو كل حاجه ليها مكانها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عشان ادرج تكست لازم يكون عندي حاجه اسمها البليس هولدر، اللي هو المكان الفاضي اللي بيتم الكتابه فيه، اللي هو موجود فيه كلمه ايه؟ كليك تو اد ايه؟ تايتل. يعني انا لو وقفت هنا كده هبص الاقي عندي حاجه اسمها المربع الوهمي اللي احنا شايفين النقاط بتاعته اللي قدامنا دي، ده اسمه بليس هولدر، مربع وهمي. طب ليه سموه وهمي؟ تعالوا كده، احنا شايفين قدامنا اطار، لو انا جيت كتبت في الاطار ده اي كلام، تمام، وجيت طلعت من براه، ايه اللي حصل؟ اختفى. يعني بعد ما بتقوم بإضافة النص اللي انت عايز تدرجه بتبص تلاقي انك اول ما طلعت منه اختفى. لذلك هو اسمه مربع وهمي، هو ملوش وجود. عشان يبقى له وجود هنتعلم بعض الاعدادات مع بعض، بس مش شغلنا دلوقتي، خلينا نركز مع بعض في تكوين الشريحة بتاعتي دي. تمام، طيب لو انا حبيت ادرج صورة، حبيت ادرج ارقام، حبيت ادرج مش عارف عناصر، كل حاجة لها وقتها بس على حسب تخطيط الشريحة اللي انت مختارها. وهنا يجي دور كلمة اللي اوت او التخطيط. انا عشان ادرج شريحة جديدة بقول له نيو سلايد، اهو الاحظ ان انا كل مرة هقول له نيو سلايد هيبدأ يدرج لي شريحة، هتحس ان في اختلاف، صح؟ يعني دي زي دي، عشان ادرجت منها، لكن دي مختلفة. لو طلب مني كرييت او انسرت نيو سلايد، يعني انشئ او ادرج شريحة جديدة ويز لي اوت بتخطيط معين، ماشي، يبقى ساعتها هقول له نيو سلايد واروح فاتح له السهم ده كده قبل ما اقول له نيو سلايد، ماشي. ايه اللي قدامي؟ قال لي ده انا قدامي تايتل
وتايتل اند كونتنت حوارات كده. ايه ايه ده؟ قال لي اصل دي تخطيطات الشرائح بتاعتي، تخطيطات الشرائح اللي بتنزل لي، وكل واحد ليه هدف منه في التعامل. خلاص طيب، ده لو قال لي انسرت نيو سلايد بكذا. طيب امال لو قال لي تشينج ذا سلايد لي اوت، غير تخطيط الشريحه بحيث انها تكون كذا، ويديني نوع من الانواع. تعال افتح اللي اوت دي كده، هتلاقوا نفس التخطيطات اللي كانت موجوده في نيو سلايد. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان انا لو هادرج شريحه بتخطيط معين يبقى نيو سلايد وافتح السهم واختار مين التخطيط اللي طلبه مني، تمام. انما انا واقف في شريحه اوريدي تم ادراجها ولكن عاوزني اغير التخطيط، يبقى ساعتها بخش على اللي اوت وانا واقف في الشريحه اللي عاوز اغير لها التخطيط، لان انا هنا بغير لواحده بواحده. يعني انا دلوقتي هنا في الشريحه رقم واحد، طب الشريحه رقم اتنين ادي التخطيط اللي نازله بيه، طب تعالى اقف كده وغير لي اللي اوت اهو، غير لي التخطيط. لكن احنا ما زلنا ايه في الشريحه رقم اتنين، وانا واقف في الشريحه رقم اتنين لو رحت قلت له نيو سلايد واخترت له واحده زي مثلا دي، ها فهمتوا الفرق اللي ما بينهم؟ الفرق اللي ما بينهم ان انا النيو سلايد يبقى هيدرج لك واحده جديده خالص بالتخطيط اللي تختاره، انما اللي اوت يبقى انت هتغير تخطيط اللي انت واقف فيها. لغايه دلوقتي حاجه صعبه؟ طيب ايه انواع التخطيطات اللي ممكن تطلب مني؟ والله ما فيش اكتر من المجموعه اللي قدامي دي. الاولانيه هي التايتل سلايد، اللي هي فكره ان انا ما باجي اعمل عرض البرزنتيشن بتاعي طبيعي ان انا لازم يكون في شريحه للعنوان، ماشي. معمل ما انا على فرض ان انا مثلا بعمل مخطط عن الوقت الناجح، وعايز ابدا اكتب بقى ازاي تستثمر وقتك، واحط لك صور كويسه لاستثمار الوقت، وازاي يعني هبدا مثلا فرضا انت راجل مثلا اتش ار في التنميه البشريه وبتعمل برزنتيشن عن الوقت واداره الوقت. فانا باجي اول شريحه عندي طبيعي ان انا راح اقول له اقف فيها كده. طبعا خلي بالك احنا فين؟ رقم أربعة. انت سيادتك لازم تبقى في الشريحه العنوان اللي هي اول شريحه، يعني انت لازم تاكد انت واقف في انهي شريحه. طيب فانا هنا مثلا هروح اقول له اداره الوقت، تمام كده. يبقى دي كده الشريحه الاولانيه بتاعتي. فهمنا فكره البليس هولدر دلوقتي لما خلاص المربع الوهمي ده راح. هو انا ما ينفعش انقل واعمل؟ لا، هننقل وهنعمل وهنشتغل على الكلام ده كله فيما بعد. تعالوا الشريحه الثانيه. انت دلوقتي على فرض مثلا في شريحه بتتكلم فيها عن الوقت الناجح او الوقت المفيد والوقت الضار، ايه الحاجات اللي ممكن تفيدك في الوقت والحاجات اللي ايه هتضرك في الوقت، فبتبدا تكتب عناصر. ففي الحاله دي انت محتاج تعمل شريحه تكون زي دي، اللي هي تو كونتنت، محتويين، في عنوان هيتكتب من فوق وبعد كده هتكتب كل عناصر في جزء لوحده. طيب الجزء ده خلي بالك كل العناصر اللي هيتم اضافتها شبه بعضيها، يعني انا دلوقتي هنا خلي بالكم الجزء ده ايه تيبل، والجزء ده ايه تشارت، وده السمارت ارت، وده 3 دي بيكتشر، اونلاين بيكتشر، فيديو، واخر حاجه مين معانا؟ ايكون، ايكون رمز، صوره صغننه كده تبقى زي رمز، تمام. طب تعال لو احنا رحنا على التخطيط الثاني ده هتبص تلاقي نفس المجموعه هي اللي بيتم ادراجها، ماشي. طب تعالوا على التخطيط اللي من بعد كده اللي هو حاجه زي كده، هتلاقي برضو ايه نفس المخطط. فاحنا في كل مره هنلاقي نفس الاجزاء اللي بيتم اضافتها اللي هي اصلا موجوده فين؟ في قائمه انسرت، ادي التيبل والبيكتشر وكل الاجزاء اللي انا ممكن اضيفها. يعني اللي هو انا اصلا خلينا نكتب ايه مثلا شين مثلا ادي اهو اي عناصر، تمام. وقف بقى في البليس هولدر الثاني او في اي حته هتبص تلاقي ايه خلاص اختفت، لانك مش محتاج حاجه تدرجها فمش محتاجها. طب لو انت عايز تدرج حاجه فيها، لا ساعتها ممكن تروح تدرج من هنا الحاجه اللي انت ايه عايزها. تعالى ناخد مثلا شيب بسيط كده اهو، هتبص تم ادراجه عادي، اللي هو انت مش محتاج اصلا حاجه من الرموز اللي ظاهره قدامك. يعني انت في حياتك وفي شغلك مش محتاج حاجه من الرموز اللي قدامك دي، اصل الرموز دي كلها اصلا موجوده في قائمه مين؟ انسرت. نرجع لكلامنا تاني اللي بنتكلم فيه في قائمه هوم، واللي اوت اللي موجود قدامنا، التايتل سلايد شريحه العنوان، تايتل اند كونتنت اللي انا هدرج عنوان وتحت منه محتوى، سيكشن هيدر اللي هو عنوانين كراس هحطهم،
تو كونتنت، يعني في عنوان وجزئين هعمل محتوياتهم. كومبريجن اللي هو نظام المقارنة اللي هيبقى فيه هنا عنوان وتحت منه عناصر وعنوان وتحت منه عناصر. التايتل اونلي عنوان فقط. البلانك الشريحة الفاضية اللي احنا ان شاء الله هنتعلم فيها كل حاجة، واللي انا عن نفسي بفضل ان انا اشتغل بيها، حتى لو هدرج عناوين، حتى لو هدرج عناصر، وهنفهم السبب ليه كمان شوية. كونتنت ويز كابشن اللي هو محتويات وعنوان زي اللي احنا واقفين فيها مثلا دي، وكابتشر او سوري بيكتشر ويز كابشن اللي هي صورة مع عنوان. طبعا انا كل اللي انا طالباه منكم دلوقتي هتفتحوا برنامج الباور بوينت وتبداوا تشوفوا السلايد لي اوت، ولو انت هتدرج النيو سلايد بتخطيط معين تجربوها بايديكم، وبعد كده نرجع نكمل. بصوا بقى، طبعا قائمه الكليب بورد او الجروب بتاع الكليب بورد احنا ما عندناش طبعا اي كلام فيه كات وكابي وبيست والفورمات البنتر اللي هي الفرشه بتاعه النسخ التنسيق، شغلها بالظبط زي الورد والاكسل، ما عنديش اي اختلاف فيه. تمام. طيب نيجي بعد كده على اللي اوت، فهمناه هو والنيو سلايد والفرق ما بينهم. طيب موضوع الريسيت اللي هو الكلام ده، لو انا ضغطت عليه المفروض انت لما بتكون عامل تنسيقات او حاجه فريسيت بتبدا تمسح لك كل اعدادات الايه، زي الديليت فورمات اللي كانت عباره عن استيكه في قائمه هوم في الورد لو فاكرينها يعني. طيب سيكشن دي احنا مش بنشتغل على اي حاجه فيها، ولا اد سيكشن ولا الكلام ده كله، مش بنحتاج لها في اي شغل خالص. نيجي بقى على لو انا واقف، بصوا بقى في الحته دي انا واقف كده بره الكلام، بره التكست اللي انا عايز ادرجه. يعني انا دلوقتي واقف في بليس هولدر اهو، وبدأ ان انا هكتب كلمه، والكلمه دي المفروض ان انا ابدا انسقها. هرقي عندي ان انا عندي قائمه او جروب فونت ماله مطمس، باراجراف مطمس، دروينج، مفيش اي حاجه شغاله عندي. شرط اساسي عشان كل الادوات او التولز دي تبقى متفعله ان انا اكون واقف فين في الحاجه اللي انا هشتغل عليها. تمام. يعني مجرد ان انا اشتغلت مثلا على التكست ده او وقفت في المربع الوهمي ده، بصيت لقيت عندي اتفعل الفونت واتفعل الباراجراف واتفعل كل الشغل بتاعي اللي انا ممكن احتاجه. فبالتالي ببدا شغلي. ركزوا في الحاجه دي، انتوا شايفين المربع الوهمي شكله عامل ازاي؟ منقط. تمام. نقط. تخيلوا بقى انا لو وقفت عليه بس كده كليك شمال بقى عباره عن خط. ايه الفرق بين الحدوته دي؟ ايه الفرق هنا؟ ان انا وانا واقف عليه من بره بالشكل اللي انا واقف عليه ده اقدر ان انا اروح اعمل بولد، ماشي، اقدر اعمل اندرلاين، اقدر اعدل بقى في الخطوط، اقدر اعمل اللي انا عايزه. انما لو انا واقف فيه وهو مجرد نقط، تمام، وجيت اعمل حاجه هتطبق على الحاجه اللي انا واقف عليها بس، مش على كل اللي جوه. وصلنا الفكره؟ يبقى انا عشان اشتغل انا بفضل ان انا احدد الجزء اللي انا عايز اشتغل عليه، بفضل ان انا احدد بايدي الشغل اللي عايز اشتغل عليه. لان وارد ان انت في الفقره دي، يعني بص فاكرين راند؟ النص بتاعنا الحلو ده صغره شويه عشان يبقى الايه، ممكن نشيل دي كده عشان اوريكم حاجه بقى. احنا ده كله على بعضيه كده مش لازمنا، ديليت اهو مش عاوزاه، لكن انا هقف على البليس هولدر ده بقى كده ونبدا ايه نشتغل عليه. نكبر الخط شويه. المربع ده عامل زي الصوره، اقدر اتحكم في ايه، في ابعاده طولا وعرضا بالشكل اللي احنا شايفينه، كانه ايمج قدامنا او صوره بتعامل معاها. تمام. وباجي هنا طبعا ده بدايته. نيجي بقى على شويه الاعدادات بتاعتنا. انا ممكن اعمل ايه؟ الفونت نوعه، الفونت سايز حجمه، البولد والايتاليك والاندرلاين. اللي زايد عندي هنا حاجه اسمها الشادو. الشادو اللي هو ايه؟ لو انت محدد نص بالشكل ده كده تقدر تعمل له ظل، ماشي، بيبان. يعني طبعا لازم الخط يبقى كبير شويه عشان تاخدوا بالكم منها. شيلوا الاندرلاين اللي قدامنا دي كده، ماشي. طيب نيجي على الخط المائل ده، ما بيجينيش عليه اسئله بس يعني يتعرفوا على الدنيا كلها مره واحده، اللي هو خط في نص الكلمه. طيب بصوا بقى الجزئيه دي،
برضو ما بتجيليش في الامتحان، ولكن خلي بالكم منها. شايفين الاي في دي؟ خدوا الاحجام بتاعتها بيعمل ايه. طبعا انت مش هتاخد بالك منها الا في اللغه العربيه. تعالى ناخد الشريحه الثانيه دي واكتب له نو مثلا، هاتوا كلمه طويله كده، كلمه تكون مشبوكه في بعضها وتكون كبيره. ماشي، شايفين كلمه مصطفى دي؟ تعالوا كده اشتغلوا على الاي في وخدوا تاي، خدوا شايفين تقطيع الحروف ده؟ هي دي المسافة بين الحروف، هي كل قصتها المسافة بين الحروف، كل ما بتوسع كل ما بتفرق الحروف المتصلة مع بعضها دي، تمام؟ فدي حاجة طبعا ما بتعنيش حد وما بتجيش اصلا في ايه، في اسئلة امتحان. طيب فاكرين حالة الجملة؟ الحروف الكابيتال والحروف السمول والكابيتالايز اتش وورد والكلام ده كله اللي كانت في الوورد، يعني ما كانتش موجودة في الاكسل بس كانت موجودة في الوورد، تمام؟ موجودة عندي هنا. لما ان شاء الله باذن الله الناس هتراجع الفيديوهات باذن الله بتاعت الوورد اول ما تنزل، وهتبقى زي الفل ان شاء الله، هنفتكر الوورد ما تقلقش. طيب نيجي على الخط بتاعنا. الكلمه دي مثلا انا عايز اخلي لونها ايه، احمر اخضر اصفر زي ما انا عاوز، اللي هو الفونت كلر. وده دايما جاني في سؤال يجي يقول لك ايه تشينج فروم يور تشويس، يعني مش بيربط نفسه ان هو يقول لك خلي لون معين او الكلام ده، لا مع نفسك انت. طيب طبعا التكبير التلقائي والتصغير التلقائي من الاي والاي، وطبعا الاريزر اللي هي الاستيكه اللي بترجع لي كل التنسيقات اللي انا عملتها تاني، تمام. طيب ايه تاني عندي؟ طبعا انا بجري في الكلام ده كله، هسيبكم تطبقوه مع نفسكم بس لان كل ده كان في الوورد، ماشي. عندي البالتس والنمبرنج اللي هو الترقيم والتنقيط، يعني انا دلوقتي دي عناصر اهي معمول لها نقاط، انا ممكن احولها لايه؟ لارقام. وطبعا فاكرين لما كنا بنتكلم على ايه الشغل بتاعنا، العلامات تغير في اشكال النقاط او تغير في تنسيق الارقام لو انت عايزه الشكل او الفورمات بتاعك. طبعا المحاذاه اللي عندي رجعنا بقى سيبنا الاكسل، فعامل زي الوورد ما بين افقي كله يمين وشمال، والجاستيفاي اللي هو الضبط بتاعنا لو قال لي اعمل جاستيفاي للفقره الفلانيه او في الجزء الفلاني، تمام. السبيسنج بين الحروف او سوري بين السطور، يعني انا دلوقتي واقف هنا في الجزء ده ونلعب على السبيسنج اللي عندي اهو، شايفين المسافات بتبعد بين الارقام ازاي، لان دي مسافات بين السطور، تمام. لو قلت له لاين سبيسنج هيفتح لي المربع بتاع الباراجراف اللي هنفتحه مع بعض دلوقتي ونشوف هناخد منه ايه. طبعا التكست دايركشن اللي هو اتجاه الكلام زي ما احنا شايفين كده، ايه باين من النماذج بتاعتنا الكلام واخد اي اتجاه في الجزء اللي مكتوب فيه او في البليس هولدر اللي انت حاطه فيه، مش في الشريحه، في البليس هولدر. يعني احنا اتفقنا ان كل جزء بكتبه نازل في مربع وهمي، خلاص. يعني انا الجزء ده هتلاقوه تنسيقه مختلف عن الجزء ده، مختلف عن الجزء ده، الا لو انت عامل لهم الفرشه وعامل لهم كلهم نفس التنسيق، خلاص. طيب نيجي على الالاين تكست، محاذاه النص جوه البليس هولدر فوق وتحت ويمين وشمال والكلام ده كله. فهو عباره عن محاذاه راسيه او عموديه اللي هي فوق وتحت وايه وفي المنتصف. طيب كونفيرت سمارت ارت اللي هو تحول الشكل ده، دي خاصيه ان انت ممكن تحول الشكل للاشكال الايه لسمارت ارت، واحنا طبعا مش هنشتغل على الحته دي لان ما بتجيش عليها في الامتحان، انما بتجيني في الانسرت لو انا اخترت سمارت ارت واخترت شكل الرسمه، وهنتكلم فيها ساعه ما ندخل على قائمه انسرت مش دلوقتي، ماشي. طيب نيجي على الدروينج وشريط الرسم، وقلت لكم برده خلينا ناخد الكلام ده من قائمه انسرت ساعه ما هناخد شيب هناخد فيه الايه الرسومات اللي ممكن تطلب مني في البرزنتيشن، يعني انا مش هشتغل عليها برده من ايه من هنا. الفايند والريبليس اظن احنا خلاص ايه فهمناهم في الاكسل وفي الوورد، ازاي تدور على كلمه جوه البرزنتيشن بتاعك وازاي تستبدل كلمه مكان كلمه كده. قائمتهم خلصت ومعاها فايل، حاجه صعبه فيها؟ تمام، اتفضلوا كده مشوا ايديكم فيها على السريع. بصوا بقى يا شباب، انا بحب في البرزنتيشن لما باجي اعمله اشتغل على الشريحه البلانك. ليه الشريحه البلانك؟ انت تشتغلوا على الشريحه البلانك ومعاكوا قائمه انسرت بترسموا الشريحه زي ما انتوا عايزين على مزاجكم، تمام. تعالوا بقى نقول
ارغي كل الكلام ده. طبعا من ضمن الكلام بقى اللي بيجيني انسرت شريحه جديده، ديليت للشريحه، انقل الشريحه، كت وكوبي وبيست والكلام ده كله. فالموضوع ده كله احنا ايه مش عايزين نقف برده قصاده، اللي هو الاخ كليك يمين عليه وهتقول له ايه عندي بعض الاوامر خلي بالكم منها كده، كت وكوبي خلاص، اللي هو انسى خدها وروح وديها في المكان الفلاني. يعني انا قلت له هاتها كت، احنا كده خدناها كت، عايزها مثلا اخطر شريحه كام؟ 2. يبقى انت بتقف هنا كده تحت منها في خط شايفينه، وتقول له كليك يمين وتقول له ايه بيست. فانا قال لي الشريحه اللي انا ايه كلالك 3 تمام. فما انا عايزها رقم 3، عايزها بعد افتر سلايد 2، يعني بعد شريحه 2. طيب يبقى انا كده لو قال لي اعمل كت لشريحه او كوبي، هي نفس الفكره، اركز بس المفروض ان انا احطها فين، وبروح اقف بكليك شمال الاول عشان احدد اللوكيشن اللي انا هعمل فيه البيست، واروح قايل له كليك يمين واختار بيست تمام. يا اما لو انت بس مجرد انك واقف هتروح تضغط على مين؟ على بيست. الكلام ده كده تمام. طيب نرجع بقى، لو قال لي كليك يمين وقال لي حاجه اسمها دوبليكيت سلايد، الدوبليكيت اللي هي نسخ الشريحه في نفس المكان وراها على طول، اللي هو انت كده بدل كانك بتعمل كوبي بس في نفس المكان ماشي. يعني انا اخترت كده دوبليكيت وراها على طول، اللي انا واقف عليه راح جاي بعد منها على طول نفس الشريحه بنفس التخطيط بنفس الداتا اللي موجوده ايه فيها. هتقولوا لي هو احنا ممكن نحتاج الدوبليكيت؟ اه عادي ممكن تحتاج الدوبليكيت اثناء شغلك، ممكن تنسخ الشريحه مرتين. طيب كليك يمين برضو اللي موجود عندي فيها، ممكن تعمل النيو سلايد، ممكن تعمل لي اوت، بس كل الاوامر الحاجات دي كلها بيفضل ان احنا نعملها ايه، بناخد بس بكليك يمين كت وكوبي والدوبليكيت، ده اللي يفضل بكليك يمين تمام. طيب ممكن عندي حاجه اسمها اخفاء الشريحه. ايه اخفاء الشريحه ده؟ اللي هو إيه؟ تخفيها من العرض. يعني ده احنا بصوا يا شباب، عندي بعض البرامج زي الباوربوينت عندي حاجه اسمها وضع التصميم ووضع الاستخدام. وضع التصميم اللي انت دلوقتي فيه بتبدا تنتج الشرايح بتاعتك، تحط الادوات، تدرج صوره، تدرج كلمه، تعمل الترانزيشن، تعمل الانيميشن، شغلك كله بتبدا تشتغل عليه. بعد كده بتبدا عرض الاستخدام في الشو او السلايد شو، ساعه عرض الشرائح اللي مثلا هيكون على بروجيكتور، على الاوفر هيد، على اي برنامج للعرض تمام، على شريحه، على شاشه سمارت، على اللابتوب برزنتيشن زي ما احنا شغالين دلوقتي تمام. ايا ما يكن نوع العرض اللي انت هتستخرجه، ده بيبقى وضع الاستخدام او وضع السلايد شو عرض الشرائح تمام. فاحنا دلوقتي هايد للسلايد هو انت بتعمل عليها علامه الاخفاء بيبقى بالشكل ده، بحيث ان انا ساعه ما باجي اعمل اف 5 او تشغيل للبرزنتيشن بتاعي بيبدا يعرض، ودي ما بيعرضهاش، يعني هو بيخفي من العرض لكن مش بيخفي منين؟ من التصميم. وصلنا؟ طيب لو قال لي ديليت لشريحه انت بتقف عليها وديليت من الكيبورد بتتحذف بالشكل ده ماشي يا شباب. ديليت منين؟ من الكيبورد، تقف عليها كده وتقول له ديليت وهكذا. نيجي بقى على الشريحه، ندرج شريحه بلانك ونشوف الدنيا فيها ايه. انا قلت لكم بفضل على طول ان انا اروح على الشريحه البلانك واروح على قائمه انسرت. طيب اول حاجه الشريحه دي لازم يكون فيها هدف النهائي بتعبر عن موضوع او مضمون صح. طبيعي ان انت لازم تختار لها بقى الديزاين بتاعها الخاص بيها. فقبل ما اروح على الانسرت عندي حاجه اسمها قائمه ديزاين. قائمه ديزاين دي مجموعه من التصميمات، الالوان، السيمز، السمات الخاصه بالحروف، بالكتابه، مش عارف الكلام ده كله، التصميمات ايه بالشكل ده معايا. انت بتختار التصميم اللي يريحك. طب لو انت مش عاوز التصميم اللي يريحك ده، لا انت ممكن تعمله على مزاجك بان انت بتروح على اولا عندك سلايد حجم الشريحه تمام، وتيجي على الفورمات باك جراوند. لو انت عاوز تعمل باك جراوند خلفيه من تصميمك انت، بان انت مثلا لو حبيت تعملها حاجه زي سوليد فيل الالوان اهو، هتلعب على الالوان اللي عندك. هل هتضيفها للكل؟ هتقول له ابلاي تو اول بالشكل ده.
طيب لو انت اخترت تصميم زي ده كده وحبيت تلعب على تختار له الجريدينت فيل اللي هي الشكل اللي مش عارفه، انا دايما بحب اسميه بلاطه. ليه بلاطه؟ اللي هي شكل الالوان الجاهزه. تمام، كل الكلام ده كله على فكره احنا اخرنا بس ان هو يقول لك ايه تشينج باك جراوند تو جريدينت فيل فروم يور تشويس، يعني من اختيارك انت بقى اختار اللون اللي يعجبك، بس المهم ان انت الاختيار بتاعك هيبقى ايه جريدينت. يعني انا كل الليله دي كلها على سؤال من اتنين، يا اما يقول لك اختار التصميم وتفتح السهم اللي عندي ده وتختار التصميم من اختيارك ما بيحددليش اي نوع منهم، تمام، يا اما يطلب منك انك تغير الباك جراوند ليه، هيفتح لك الصفحه بتاعت الفورمات باك جراوند وتختار الجريدينت، تمام، وهل هيقول لك بقى فكره ابلاي تو اول ولا انت غيرتها لوحده بس وخلاص، دي حاجه ايه هيحددها لك في السؤال. يعني خدتوا بالكم ان انا الشريحه اللي واقف عليها هي بس، لو هضيف لي الكل هقول له ايه ابلاي تو اول، هيضيف لي كل الشرائح. الجزئيه دي كده فيها حاجه صعبه؟ قائمه الديزاين فيها حاجه نقف قدامها؟ ما فيهاش. نرجع بقى على، انا عايزه اقفل ده كله كده واقول له كنترول ان، ابدا شريحه جديده والشريحه دي هخلي تخطيطها بلانك وابدا بقى على قائمه انسرت. انا ممكن هنا طبعا مديني نيو سلايد شريحه جديده، التيبل فاكرين التيبل طبعا كيفيه انشائه من ساعه الوورد باسئله الوورد بكل حاجه ما فيهاش اي اختلاف، بس بتجيني هنا في الباوربوينت بتشوف انت اولا هتدرج الجدول بتاعك ده كم عمود وكم صف، تمام، وتبدا تدرج. ادرجنا هنلاقي على طول مين على طول بتظهر لي التيبل تولز، التيبل تولز. طيب معايا الشبكه، على طول عندنا فكره الديزاين يا شباب وفكره اللي اوت. لو لاحظتوا مفيش اي اختلاف عن الوورد، انك ازاي تحذف، ازاي تضيف، ازاي تعمل ميرج او فصل، ازاي تتحكم في الارتفاع والعرض، اتجاه الكلام جوه الخليه من الخلايا. طب الديزاين، الستايلات الجاهزه، الشادنج والبوردر، مفيش اي اختلاف عندي في الجدول عن الوورد، لذلك انا مش هقف قدامه ومش هقعد اشرح فيه كتير. اللي اتشرح في الوورد تمام، ولا حد عايز حاجه تتعد؟ تمام، اللي عنده حاجه عايزها نقف عليها انا ما عنديش مانع. ماشي، ولا كاني سامع حاجه، ما انا عارف اني بسكت انت هتقول لي. طيب تاني انسرت عندي هي البيكتشر، وبرده زي الوورد ما بين فروم فايل وما بين الاونلاين. يعني انا دلوقتي لما اجي ادرج صوره سواء قال لي انسرت ايمج فروم كذا واداني مثلا دوكيومنت ليتمس مثلا على فرض اللي هو من الفولدر الفلاني، فخلاص بيبقى عنده الصوره موجوده وانا بروح اجيبها واختارها ذيس ديفايس، يبقى من على هذا الجهاز، ومثلا هو حاططها في الدوكيومنت ولا حاططها في اي حته، بندور على الصوره ونقول له اوبن وتبدا يتم ادراج الايه الصوره. عمره ما بيجي يسالني على الاونلاين بيكتشر اللي هي فكره ان انا ادور على صوره اونلاين، وطبعا لازم النت يكون مفتوح عندك والكلام ده كله، اللي زي ما انتم شايفين بتاخد وقت، فهو عمره ما هياخد منك وقت من الايه من الامتحان. هو طبعا بيقول لك انت هتعمل سيرش من على البينج ولا من على الوان درايف زي ما تحب، ودور على الصوره بمسماها وهاتها. تمام، السكرين شوت اللي هي تاخد لقطه شاشه، الفوتو البوم اللي هو بيتيح لك ان انت تعمل البوم صور بيه، تنشئ البوم صور بتاثيرات وحاجات زي كده، بس طبعا عشان احنا مش عندنا الشغل ده مش عايزه برضو اقف عليه. نيجي بقى على الجزئيه اللي عليها اسئله وعليها حركه. لغايه دلوقتي اللي فات ده كله تمام. ايه هو الشيب؟ قال لي ده اشكال تلقائيه بتساعد التصميم بتاعك. يعني مثلا ممكن يطلب منك تعمل حاجه زي الريكتانجل ده المستطيل، اي شكل هيطلبه مني في الرسم، هو ما بيجيش يقول لي ارسم، لكن هو بيجي يطلب مني اعمل تاثيرات، اغير الوان، اغير في الكلر، اغير باك جراوند، كلها حاجات في الشكل، انما كرسم هو مش بيديني ارسم. فانت عشان ترسم بتعمل ايه؟ بتروح تاخد الشكل اللي انت عايزه، فبيغير لك شكل الماوس للكروس اللي احنا شايفينها دي، ببدا اضغط كليك شمال واسحب بالشكل ده. تمام؟ طيب انا ده شكل الايه الريكتانجل، تعالى روح اقول له انسرت وهات لي شيب تاني وليكن الشكل المشهور قوي اللي دايما بيسال عنه اللي هو الاخ ده.
ماشي اهو سهم اليوتيرن اسمه كده اليوتيرن اللي هو الرجوع بتاع اشاره المرور ده تمام. تعالوا برضو ناخد شكل تاني. طبعا انت كل ما بتطلع بره الرسمه اللي انت راسمها يقوم يرجع لك قائمه هوم تمام. تعالى حاجه زي الفيس ده، حاجه زي السهم اللي هو شايفين السهم ده عشان ببقى عليه اسئله عندي ركزوا معايا فيها تمام. طيب اي شكل بقى، تعالوا بقى نتعلم ازاي نتعامل مع الاشكال التلقائيه والرسومات. اي شكل هتقف عليه بالشكل ده اركز ما بين البوردر الحد بتاعه اللي بره ماشي، ما بين الفيل الالوان اللي بتملاه من جوه تمام، ما بين لو هو مكتوب عليه تكست انا ممكن اضيف تكست نص على الرسم بتاعي تمام. طيب تعالوا بالراحه كده لاحظوا ان انا ظهر لي مين يا شباب، الدروينج تول زي ما احنا اتفقنا اي حاجه اعمل لها انسرت هلاقي الشريط بتاعها ظهر على طول بعد الهيل. طيب هلاقي ان الشريط بتاع الدروينج ما فيهوش غير فورمات فقط، فورمات فقط. بيعمل ايه ده؟ لو هتدرج شيب جديد متاح ان انت ادي الرسومات بتاعتك كلها اللي كانت في السهم اللي كنا في انسرت فيه تمام. طيب مش عاوز ادرج شكل جديد، اديت شيب حرر الشكل تشينج شيب اللي هو ايه، ممكن نفس الشكل اللي انت واقف عليه تعمل له تغيير، هتختار شكل غير الشكل. وصلنا الفكره الفرق بين ده وبين ده؟ يعني انا هنا انت هتدرج نيو حاجه جديده، لكن هنا انت هتغير الشكل اللي انت واقف فيه لشكل ايه تاني. كل الهري ده ما بيجيش عليه ايه اسئله، الحتتين دول الحته ان انت تغير الشكل ولا الكلام ده كله. لكن اللي عايزاكم تتكلموا او تركزوا فيه، شايفين الشيب فيل اللي هو اللون من جوه؟ طبعا انا في حياتي في الدنيا انا بحب افتح من هنا كده واختار اي شكل كده تلقائي في الالوان، دي اشكال تلقائيه في او ستايلات جاهزه في الالوان تمام. لكن انت ممكن تلعب اكتر على الشيب فيل اللون من جوه تغيره تمام. الشيب اوت لاين اللي هو البوردر او الحد اللي بره اهو، خدتوا بالكم بقى ايه؟ شايفين الالوان اللي انا اخترتها تمام. طيب نيجي بقى على الافكتس بتاعتنا، ايه الافكتس اللي متاحه ليا؟ حاجه زي الاشكال اللي كده ان انت شايف تخلي الشكل بالمنظر اللي انت شايفه ده. الافكتس الثانيه برضو عندي شادو اهو، ممكن تعمل ظل عشان هجيب لك اكبر شادو عشان يبان شكله. ممكن تعمل، طيب هو انا الحاجات دي بستفيد بيها في ايه؟ لا بتستفيد بيها لو انت عندك موضوع فعلي، يعني مثلا كان في مؤتمر عندنا في الجامعه من فتره للغه العربيه، وشلت انا ليله الايه البرزنتيشن بتاع مين اللي هيقدم، مين اللي هيقول الفقره الفلانيه، رئيس الجامعه فين، رئيس القسم، العميد، مش عارف ايه، كل واحد لازم نتكلم ايه، نعمل له شريحه بصورته، يبقى ادي بيكتشر هنعمل لها انسرت، بتكست هنكتبه عنه تمام، بسهم بيشاور، بالافكتس بقى اللي هنبدا نشتغل عليها اللي هي الانيميشن والترانزيشن للحركه الانتقاليه والانيميشن اللي هي الرسوم المتحركه، ان كل سهم بيشاور على حاجه ليه طلعه معينه ليه رسمه معينه. الافكتس دي كلها ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم فيها عشان ننهي بيها الباوربوينت تمام. طيب لكن انا الافكت اللي ممكن يطلبها مني على شكل، لو فتحت السهم ده هتبص تلاقيه ظهر لي الشغل اللي على ايدي في الجنب ده بيسموه الفرومات شيب. الفرومات شيب هتلاقي هنا ظهر لك الفيل الالوان اللي ممكن املى بيها، واللاين اللي هي الخطوط من بره تمام. لكن لو قلت له الحجم بتاعي ممكن نتحكم في الهايت والارتفاع والكلام ده كله. يعني لاحظوا ان احنا كل الشغل ده هو الشغل اللي هنا، يعني انا ما عنديش اي اختلاف فيه. يعني انا لو وقفت على الشكل ده وعايز اتحكم في الطول والعرض بتاعه انا ممكن اتحكم فيه هنا خلاص. طيب جربوا كده ترسموا اكتر من شكل